تخيل عزيزي المشاهد يسلق صندوق عشوائي يكون فيه هوية لأكبر سفاح سوداني قتل أكثر من 50 شخص. هذا الإشي اللي راح نحكي عنه بمقطع اليوم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أخوكم وأنا السيوف، ورجعت لكم مقطع جديد. طيب مقطعنا اليوم الجزء الثاني، الجزء الثاني استعجلنا وجبنا لكم إياه لأنكم ما شاء الله بيومين وصلت المقطع 40,000 لايك. هاي الخطة أنتوا عمركم ما عملتوها معي في القناة، لكن صدمتوني إني كلكم متحمسين نرجع نشوف الأغراض مع بعض مرة ثانية ونعرف الهوية. الهوية اللي صدمتني اللي أقسم بالله ما توقعت تصير زي هيك يا أخوان، لأن اليوم راح نحكي عن أشياء صدقوني راح تصدمني وتصدمكم، راح تكون مفاجأة للأغلب، فهمتوا؟ بس قبل ما أدخل على المقطع أتمنى ما تقصر معي بزر اللايك، خلينا نوصل هذا المقطع كمان 40,000 زي اللي قبله، فأتمنى ما تقصر معي. وطبعا الصندوق هذا والله العظيم ما فتحته من يوم صورت المقطع اللي قبلها، صورت سكرت الصندوق وحطيته بالخزانة والله ما رجعت فتحته غير اليوم، وقلت خلينا نصور لأنكم صراحة بعثتوا لي أشياء صدمة. فقبل ما نفتح الصندوق مع بعض خلينا نرجع لكومنتاتكم ونشوف الأشياء اللي بعثتوها ولحقتوها أنتم. نقول بسم الله. طيب نجي لأول كومنت. طيب أول كومنت كتبتوا لي فيه: مهند ضروري تقرأ لي بدقيقة ثلاث، في سهم موجود على الجبيرة تبعت الإيد مكسورة، فإذا فتحت راح تلاقي ورقة، افتح الجبيرة بمشرط أو سكين وراح تلاقي ورقة. خلينا نرجع لدقيقة ثلاث نشوفها، تمام؟ لأنه أنا صراحة ما كنت منتبه هون. أوكي هاي السهم، شايفينه؟ هذا السهم أنا ما انتبهت له صراحة، أبدا ما انتبهت له. خلينا نرجع حس مع بعض نشوفه، نرجع نشوف. طيب نقول بسم الله ونطلع الجبيرة. طبعا هاي هسه طلعت عشان نسوي لكم البداية اللي شفتوها، خليها شوية نجي للجبيرة. أنا ما أعرف ليش ما كنت مركز بالمقطع السابق إنه في سهم وأرجع أشوف. طيب أوكي ردوا، في سفنجة وإشي. أوه ماي جاد، هاي دولار، هاي طبعة الدولار القديمة قديمة قديمة. هاي شفت اشي ثاني، في سفنجة. شو هذا؟ أوه ماي جاد يا اخوان، شايفين؟ شايفين معي؟ شفرة، شفرة مش أي شفرة، لقد ما أمضاها أنا ما أعرف هاي لإيش تستخدم، شو نظامها. أوه ماي جاد أقسم بالله خايف أفتح. أوه ماي جاد يا إخوان هاي شفرة عمليات، هذا هذا أقسم بالله إنها تخوف، هذا المقبض اللي ينحط فيه شنطة العمليات. يا حبيبي في شي هان؟ لا في سفنجة بس ما تطلع. أنا هاي ما ركزت عليها المقطع الماضي صراحة، يعني لولا كومنتاتكم ما راح أقدر أرجع أشوفها. يا إخوان فعلا أنا بلشت أكتشف إنه فعلا سفاح على الأدوات اللي قاعدين نلقاها. طب لقينا هون سكين زي هاي ماضية، ولقينا الدولار قديم 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 جدا، يعني هاي طبعا قرضة هسه ما ظل منها. طب خلينا نرجعهن على مكانهن ونرجع نشوف الصدمة الثانية، الصدمة الكبيرة. هم متخيلين شو يعني الهوية هاي؟ هوية سفاح والله، موضوع كبير كثير. اوكي هاي شفناه، حطها هون، نرجع لكومنتاتكم نشوف اشياء اللي بعثتوها. بسم الله. طيب اجاني كومنت منكم يحكي لي: مهند انا اشتغل في قسم التحريات في الشرطه، كل الشنتات اللي انت طلعتها خاصه بواحد يعذب الناس، والشنطه الثانيه فيها مشرط جراحي. ايش انت ثانيه؟ هذا كيف عرف لي يكون قصده المشرط اللي احنا حكينا فيه؟ كيف؟ لا احنا
لقينا شفره بالعلبة الثانية. اقسم لو تعرف احكي. اوكي دقيقة، فيها مشرط جراحي يستخدمون المعذبين في تقطيع الاعصاب للشخص وهو حي، والشنطة الثالثة فيها ادوات لواحد من الذين يعبدون الشيطان، لانه راس الثور يرمز لهم، والموس يجرحوا فيه الضحية ويشربوا من دمه، والقداحة فيها اشي مخبى تحت عشان هيك ما بت يعني ما تقدح. هاي ما ركزنا عليها، رح نرجع نشوفها هسه ونشوف. والسكين اللي كانت إلها زي ما كان بيشبه القوس، هاي بحطوا صفحين اطراف الضحية ونقطعهم، والخاتم يلبسوه للضحية في مكان مخصص بنحط بيه السلك وبيشبكوه بالكهرباء. هذا السلك اللي لقيناه بآخر شنطة، وأنا أنصحك التلفون لا تضوي لأنه ممكن يكون فيه جهاز تحديد مواقع، والسائل البنيني يحرق أجزاء الضحية. هذا السائل اللي شميته قد ما أنا غبي. والفلاش تخرب الكمبيوتر. يا الله أقسم بالله كويس إني قريت كومنتات يا إخوان. أنا لو ما قريت كومنتات كنت راح أفتح الفلاش وراح أجيب شاحن وأفتح التلفون، كان ضيعت الدنيا. طيب خلينا نرجع نشوف الأدوات السكين اللي حكيناها، ونشوف كمان القداح ليش ما كانت. اوكي هي هون ان شاء الله. هاي الادوات صح، هون مبرد حكينا عادي، ولقينا خاتم الفضة، وهذا الراس اللي يحكي انه راس عبد الشياطين. اخوان فعلا ركزوا معي، هو يقول لك هذا السلك عشان يعذبوا فيه كهرباء، شوفوا له مقابض زي كأنه يمسك فيه كهرباء، شايفينه؟ طيب يا اخوان اغلبكم بهاي اللحظة راح يحكي انه انت يا مهند فبركت هذا المقطع الصغير اللي هو طفى الضوء. طيب يا اخوان اقسم لكم برب الكعبة واللي يشفيني وقومنا رجلي يا اخوان، اني ما اعرف شو اللي صار بهاي اللحظة، ولا اعرف كيف طفى الضوء وكيف طفن الشاشات الثنتين اللي وراي وما طفى الكمبيوتر. يعني متخيلين الموضوع، طفن الشاشات وطفنت الاضاءة كلها الفوقية وظل جهاز الكمبيوتر شغال. هون صراحة أنا اكتشفت إني غبي، واللي إن الإشي اللي قاعد أعمله أنا غلط كبير، لأن الموضوع جدي ومخيف جدا. وبصراحة أنا ما انتبهت على هذا الإشي غير وأنا قاعد أمنتج الآن. فإذا عندك تحليل منطقي للإشي اللي صار، أتمنى منك إنك ترسل لي على الإنستغرام، لأنه هناك أقدر أتواصل معكم جميعا. كأنه يمسك في كهرباء، شايفينه؟ قطعت الكهرباء، فكرت فصل التصوير. اقسم بالله كرت مع ضغطي يا ربي. لو تشوفوا الاشياء اللي قاعد مرتبها، انا صار لي ساعة ارتب الاشياء عشان ابلش تصوير ينقطع فجأة. والله مشكلة. الحمد لله قاعد اسجل. طيب شوف القداح اللي حكيتوا لي، حكى لي من تحت في شيء ماسكها صح؟ عشان هيك ما تقدر. اتوقع المفروض القداح حيكون تطلع. اوكي خلينا نشوف شو لقيت. قداحة فاضية ما فيها شيء. وات هاي ما لها دخل فيها، بس لقيتها ما اعرف شو هاي. ما اعرف شو هاي صراحة اللي لقيتها. مكتوب على القداحة keep away from children after feeling vibe lighter hands before light. اوكي نقول لك انه بعدها عن الاطفال، ولا ما فهمت كيف يعني، خليها بعيدة عن الاطفال. فهمتوا؟ بس ما لقينا الاشي اللي قال عنه صح؟ والله القداحة غريبة. اوكي انا راح ننصدم هسه من المعلومات اللي بعثتوا لي اياها عنه. اخوان معقول يطلع سفاح جد؟ اللي السفاح اللي بعثتوا لي عنه اخوان كارثة. كيف وصلت راوية؟ اوكي خليها هون، نرجع نقرا لنا كومنت كمان. طيب نرجع نقرا كومنت بعده. مهند من ناحية الاغراض اللي حصلتها كلها تستخدم لأغراض إجرامية،
اما من ناحيه اخرى انتبه ثم انتبه تشغل الجوال لانه في تحديد مواقع، وايضا الفلاش لا تركبه على اي جهاز لانه من تركبه خلاص اعرف انه كل شيء في الجهاز تهكر وقد تستخدمه في اشياء تضرك. والله يحفظك يا رب يا جماعه. الحمد لله اني قرات الكومنت، فصراحه اعذروني ما راح اقدر افتح فلاش التلفون، بس في عندي حل اذا ما فتح شو راح نعمل. في وصلني احد كومنتاتكم بس ما اعرف وين قريته، اتوقع اني مصوره، حكى لي مهند نصيحه اذا تفتح الجوال او الفلاش اطلع على مكان بعيد عن بيتك حتى لو وصلوا لموقعك ما يأثر عليك. فهاي اتوقع اذا شفتكم حابين نعمل جزء ثالث ونوصل مقطع على 40,000 لايك راح اطلع لمكان بعيد عن بيتي عشان ما اتضرر ونفتح مع بعض ونشوف، اما اني بالبيت مستحيل اقدر افتح. فما اعرف انتم تحددوا هذا الشيء، خلينا نشوف كومنت ثاني. طيب يقول لنا في شخص كل شخص حق واحد مجرم، والتلفون فيه جهاز تعقب، والفلاش لا تفتحه، الكمبيوتر راح ينفجر بوجهك، واللي في المحفظة مخدرات. ايش مخدرات يا اخوان؟ لا ما ظنيت، حاجات مخصصة للقتل ما اعرف. طيب بس اساطير ببجي كاتبين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مهند انتبه حتى انا زيك طلبت من موقع المضبط طلع لي فلاش، حبيت اني اشوف ايش فيها، لكن نصيحة لا تحط فلاش، انا وقعت بخطأ، كان كل يوم يجيني تهديدات على الموبايل، انا خفت اول ما فتحت الفلاش انصدمت، كان بالفلاش فيديو كان فيه قاتل ينفذ جرائم، لكن للأسف تهكر اللابتوب فيروسات كثيرة، انت تصطفل يعني بدك تفتح لاش، يعني عكي انت حر اذا بدك تفتح فلاش تحمل المسؤولية، بس نصيحة لا تطلب من موقع انت ما بتعرف. انا الحمد لله ما طلبت موقع، انا وجدتني من عند ابن عمتي، بس صراحة انصدمت حتى ابن عمتي انصدم من الاشي. نرجع نقرأ الكومنت اللي بعده. مرحبا مهند، انا بحثت عن ادم. هون الصدمة، ادم اسمه الحقيقي محمد ادم، سفاح اليمن السوداني. هاي لقيت اكثر من 500 كومنت كاتب لي نفس الاشي، وهو يغتصب البنات ويبيع اعضائه على الانترنت المظلم، محكوم عليه اعدام وقاتل فوق الخمسين شخص. دير بالك تفتح الموبايل، شفته الان في الانترنت المظلم يوجد فيه فيروسات وغرامات ماديه، ويوجد ايضا برنامج تعقب، يعني اذا فتحته ما اعطيتهم اعضاء بيجوا يقتلوك. لا تفتحه الا بمكان بعيد جدا 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 عن بيتك. شفتوا يا اخوان انا ما عملت هاي الخطوه غير من ورائي، يعني بعد ما استشرتكم وانتم اللي كتبتوا لي هذول الاشياء. فالهان الصدمه، الهويه طلعت لسفاح. لدو كمان انتوا اقروا معي اغلب كومنتاتكم، يا مهند بعدت عنه محمد ادم بجوجل طلع لي انه سفاح خطير بالسودان، والكيس الاخير اللي بالصندوق على شويه كل اشياء تستخدم في جرائم القتل. يا اخوان اقسم بالله اول يوم نزلت فيه المقطع كنت اقرا الكومنتات خفت خوف، اقسم بالله خوف لا يوصف، لدرجه الخوف تعرف لدرجه شو، لدرجه انه اصحابي كانوا عندي تحت يقولون مشان الله يا مهند نزل الصندوق خلينا نفتحه مع بعض، قلت لهم مستحيل افتح الصندوق غير قدام الكاميرا، ورجعت هسه فتحته قدام. وهي برضو كمان مرحبا اللي بحثت عن ادم، وهو يعتدي على البنات وبيع اعضائهن، بديش احكي اشياء كثير عنه لانه خايف كثير. انا هذا اللي شفته منكم. طيب زي ما شفت صراحه صدمتوني بالكومنتات اللي بعثتوا لي اياهن، وصراحه ما عندي يعني شوفوا الفلاش هاي زي ما قلت لكم ما راح اقدر افتحها لانكم انتم كتبتوا لي وحذرتوا لي اللي مهند دير بالك تفتح. اوكي هاي قداحه، هاي حكيتوا لي كمان فيها شيء من تحت، لا ترى ما عادي. وبالنسبه للفيزا كارد، الفيزا كارد يا اخوان طلعت مؤقته شايفين، واتوقع مش اتوقع متاكد انه خلصت استخدامها، منتهي مدة استخدام، منتهي مدة استخدامها. الجوال وين راح؟ والجوال شوفوا انا متأكد اني لما افتحه راح اشوف اشياء راح تصدمني، بس مستحيل اقدر افتحه عند البيت. والفلاش يا الله يستر من الفلاش، شو راح اشوف فيها الفلاش يا اخوان؟ فما اعرف صراحة، انا احترت احترت واحترت، فقد ما احترت والله العظيم انكم ما قصرتوا معي. طبعا انا اكثر اشي اتواصل بيه معكم اللي هو الانستغرام، فضيفوني بالانستغرام وراح اقرا لكم بعض المسجات اللي بعثتوا ليها انتوا على الانستغرام واللي صدمتوني فيها. اول اشي وصلني من عيسى خليل بحكي لي بيه انا بعرف قصته بس الحكومه اليمنية قررت اعدامه، بس بظل له اعوان، اذا بدك تفتح التلفون افتح بمكان بعيد. شايفين انتوا كلكم بعثتوا لي افتحوا مكان بعيد جدا جدا، واذا كان في اشياء خطره تخلص منها، احرق وكسر، اهم شيء لا تفتح التلفون بالبيت، وقصته موجوده باليوتيوب. نرجع لعمر زازه كمان بعث لنا يا حبيبي يا مهند، محمد ادم كان لقب سفاح صنعاء، العظا 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 او الاس ما فهمت العظام شكله قصده او اسنان
او العظام اللي لقيته هاي لناس شرحهم ومعنى تشريح قطع الجسم. يا الله في بني ادم يعمل هيك وبيعوا ادم لما كان يقطع الاجسام كان يبيعهم. اول عملية اغتصاب وتشريح كانت لفتى ممرضة انتبه. والفلاش هاي كان يصور فيديوهات وينزل على فلاشة الفيديوهات كانت لناس وهو يقطع او يشرح فيهم. فانت بتفتح فلاشة يا الله يا الله لو القى فيها فيديوهات هيك شو راح يصير فيها. انا ما استحمل والله ما استحمل. نقرا كمان وصلني من زين اخوي مهند هذا يسمى شخص محمد ادم وهو سفاح خطير جدا لا يوجد عنده شرف ولا انسانيه ولا قلب ولا شفقه ويلقب سفاح صنعاء نفس اللي كتب لنا كان وكان يشتغل بجامعه اليمن. يعني هاي قاعد يجي لنا معلومات مضمونه وين يشتغل وتسمى صنعاء وكان ياخذ اشخاص ويشرحهم وبيع اعضائهم بيع العظام تخيلين. وشوف قصته على اليوتيوب انا ما اعرف بعثوا لي قصته انتو الصدمه مو هون تعالوا خلينا نشوف الصدمه وين. يا اخوان انتو بعثوا لي صورته استنوا انا متاكد اني شفتكم بعثوا لي صورته يا رب القاها والله اني شفته يا اخوان اقسم بالله طلعت الصوره محذوفه الصوره محذوفه من التلفون صوره الشخص نفسه اللي انتو بعثوا لي اياه ورجعت رجعتها من الريكفر تاع التلفون. يعني في واحد حذفها او ماي جاد لا هيك الموضوع صفى صدمه. وين راحت الصوره؟ الصوره قاعد تختفي يا اخوان. انا هيها هاي الصوره وصلتني منكم انتوا بعثتوا لي وحكتوا لي هذا هو نفسه. فما اعرف صراحه انا مصدوم من الاشياء اللي شفتها فما اعرف. فاكتبوا لي رايكم بالكومنتات. صراحه الموضوع صار جدي وصراحة أنا بلشت أخاف منه فما عندي تفسير للإيش اللي صار. والله يسعدكم على كمية خوفكم علي بالكومنتات اللي كتبتوا لي إياها والمسجات اللي بعثتوا لي إياها بالإنستغرام ويعني كنت تنصحوني وقرأت كل مسجاتكم بالإنستغرام. فإذا تحب تتواصل معي شرفني بالإنستغرام وبإذن الله إذا بدكم جزء ثاني خلينا نوصل هذا المقطع 40,000 لايك ونجيب الجزء الثاني الثالث اللي هو راح يكون برا البيت. مستحيل أصوره بالبيت يعني وأخذ التلفون وأخذ الفلاش وأجيب معي لابتوب مفرمت جديد كامل نطلع ونفتح بالبر او بمكان بعيد فهمتوا عشان ما نضل. فاكتبوا لي بالكومنتات ولا تقصروا معي بالدعم واذا مو مشترك اشترك بالقناه عشان يصلك اشعارك ومنزل مقطع جديد ونشوفكم على خير باذن الله بعد بكره مقطع جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.